خلاص يا صدفة كفاية بقى. النبي ما تزعلي نفسك، ده بكرة ربنا هيعوضك بسيد سيده. يوه ويعوض عليك ليه؟ طب ما ربنا معوض بسيد سيده ورسمي كمان. يا بنتي ده انت متجوزة عمه، عمه! عارفة صدفة انا لو منك اقسم بالله احرق قلبه واكيده كده كده، وهو شايفني رايحة وجاية وحاطة ايدي في ايد عمه. عمه ايه يا حنان؟ عمه ايه؟ انت مش عايشة في الدنيا ولا ايه؟ الاتنين ما يتغيروش عن بعض وكانوا بيلعبوا بيا. بعدين انت فكرك يعني ان عمه لما يعرف ان انا مضيت على الورق ده هيفضل بقى رايح جاي عليا زي الاول ويقول لي انت مراتي؟ لا طبعا، خلاص خدوا الام عايزينه. هما الاتنين شقطوني لبعض، بس ان جيت للحق في واحد سبق التاني وداس عليا. انا اللي قطع في قلبي ان هو ما داس على ايدي ولا على رجلي، لا ده داس على قلبي في ورمات.